يهدي إلى خير قدر النبي الصفا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأولاده وأشهاده وأخواته وعترته وذريته أجمعين إلى يوم الدين ثم إلى روح جميع المسلمين وأولي العزم وأبي الفرس الجاهل من كان من قبله عليه الصلاة والسلام إِلَّا
Allah
تيعنا سعد محذوقا لك بدر الدجا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافل ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا اصحاب رسول الله اجمعين فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم إن الله غفور رحيم أقل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود في كل زمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مكان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الغفور من كل ذنب وأثم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
مغارب زلف أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم كريم كريم وعظيم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وسندنا محمد الحبيب المحبوب صاحب المقال المحمود والعرض المولود ولياء المعبود وحفظ النوم وجلال القلوب شافعنا ومفرج القلوب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته وأولاده وأجداده وأحفاده وعترته وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويتبئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. فلا تنى سلاما ما تكرما ما تكرمك ما تعظيما يا الله تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها من جميع الذنوب والخاطئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الايات جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات عدد ما خلق الله عدد ما وسعه علم الله عدد ما اعطى بهم الله رضا نفس الله وزنه عرش الله ومدد كلمات الله. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بعفوك من عذابك وعقابك ونعوذ برضاك من سخطك وغضبك ونعوذ بك منك يا الله جل وجهك ما نصي ثناء عليك ولا نصي ثناء عليك أنت يا الله كما أثنيت لنفسك. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت يا الله ربنا عفو ونحن عبيدك الذليل الضعيف الفقير الحقير إلى رحمتك يا الله ومغفرتك الواسعة ومنك الفرج يا الله وإليك المشتكى وبك المستهان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل عاشرنا قبل ما بلغ ثلاثا ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبحان الله تعالى من قول سبحان الله وبحمده سبحان العظيم وما صلى وسلم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واسلة رحمة منك نازلة وبركنا شاملة نقدم ونهدينا حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم ذريه وأبائه وإخوانه من جميع المرسلين والأزن والأنباء السجاد من كان الحاضر عليه السلام ذريه أهل بيته الطيبين الطاهرين أصحاب الراشدين وتابعين 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 ذراح جميع الأولياء الأصفياء من قد الفرج الغاضر ربنا أعطى الأرباب النجم والعوتة البدلاء من المحق العارفين عباد الذي أصبح من علمة العباد المجتهدين المقلدين بالدين كالغفران والمفسرين والفقهاء المحدثين المتصوفين المتكلمين والعلماء أجمعين سلفاء جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كان مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها إنك على كل شيء قدير خصوصا إلى أرواح من كانت نكرتها في هذا المكان والإسلام بسببهما والعلم غيره لك من أجلهما أغفر لهم ثواب ذلك النعيم أجل النور يسعى ويتلألأ بين يديهما واجعل ذلك فداء لهما من النار وفقك اللهم من النار وعفا اللهم من النار وسترا اللهم من النار وحجابا اللهم من النار ونجاة اللهم من النار وسعة
سلامة الله منا وبركاته منا ونجاته منا فمخيفا لهما من النار أما جبروهما روضة من رياض الجنة جبروهما أخرى من أخرى النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم بما فعلوهما بعد جنة جميع المسلمين اللهم لا تجعل يا الله من الخير التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روح منك وسلاما منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل دعانا هذا يا الله بخصائص لطفك أمين فبفضلك وجودك وكرمك ورحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين ولأكرم الأكرمين وبجاه سيدنا محمد وحرمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبحق سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها
ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى أتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Anggota dari yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, pada acara ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan sholawat yang kita baca senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapat syafaat dari Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah acara ini kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Bila hadiratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa inajatukuran hi minal abiyai wal kursari wal awliyai wa sunadai wa sunfi wa sunfati wa tabi Kursan Sayyidina Sabtul Wadi Kirnani Radiyuan wa Kursan Naruhi Gajimah Sabtul Wajirat Perda Ruhi Bapak Yaji Mas Abu Amal Tolka Perda Jami Ahli Kubur Minal Muslimi Awal Muslimat Kul Mu'mini Awal Mu'minat Syai'ulin Lahilan Awalahu Mu'l-Fatihah. Anggota Isyari yang saya hormati, untuk acara yang pertama yaitu acara Ibtidak dan Isyari, pimpinan Ibtidak yang terhormat diusir dari Surabaya pukulan terbang sebelarangan. Saya ulangi, untuk pimpinan Ibtidak dan Isyari yang terhormat diusir dari Lamongan pukul terbang sebelah kanan dari Kedung Asam Surabaya, sebelah kiri dari Wedoro Waru Sidoarjo, adapun rodak dari Priyorejo dan Sidoarjo. Sekali lagi, untuk acara yang pertama yaitu acara Ibtidak, pimpinan yang terhormat diusir dari Lamongan pukul terbang sebelah kanan dari Kedung Asam Surabaya, sebelah kiri dari Wedoro. Adapun rotak dari Priyorejo dan Sidoarjo Surabaya, kepada semua petugas kami persilakan dengan segala hormat. Salamu alaikum.
الله.